Shut up and sit down. متعودين تجوا هنا دايما يعني متعودين نخرج بس مش أو... يعني اول مره المكان هنا المطعم ده. مين اللي قال لكم عن لا ما واحد زمنه اللي انا تعالوا عند بابا عطوا بيعمل اكل حلو. طب وايه رايك في المكان؟ لا تمام بس هتيجوا تاني ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. لا لا شو لا لا هنيجي ان شاء الله. ممكن نيجي بس مش بالجمعية، يكون واحد مع حد يعني. ممكن اكل بس يا لهوي، ممكن اجي بس حد يطلبني، انا ما اطلبش. انت ما تطلبش، انت افتريت. انا يا لهوي اكلت ايه؟ انا اكلت حاجات كتير قوي. يعني مش تاكلوني معاكم؟ اتفضل. طب اكلني. اتفضل امسك اهو. يلا ده بيتكشف يا جماعه والله. حلو الاكل ده؟ جميل الاكل. حلو بس ولا وحش جدا؟ حلو. طب كلي كلي كلي. ما انا هاجي. حلو حلو. خلصت التشيكن؟ انزل. خلصت التشيكن؟ ترى السلطه دي تبعي فممكن تاكل نص. خلصت. الحمد لله. دي بالظبط. لا انا دي بتاعتي. في سلطه هنا برضه. انا عندي سلطات. يعني انت شكلك بخيله قوي. لا 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 خالص ما معنا. مش متعود تيجي هنا؟ تاني مره. تاني مره؟ وايه رايك؟ 100 100. شايف الاكل قد ايه؟ انا مش شايف حاجه بصراحه. انت ما الاكل اتنسف. انت اكلت الاكل كله يعني. اتنسف ما والله. ليه؟ ما انا لسه كل. انت بس انت الاكل حلو ولا وحش؟ انا لسه بعمل تيست. طب ما تعمل تيست تقول لي حلو ولا وحش. مش عارف. ايه مش عارف. بمناسبه شهر رمضان كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كريم. انا عايز اسالك بقى، ازاي بتستقبلوا كم من الناس دي كلها ما شاء الله، وازاي بتجهزوا للشغل في رمضان؟ الحمد لله. يعني احنا بنظبط الدنيا من بدري، من الصبح بدري، من الساعه 10 الصبح 11 الصبح كده بنبتدي نجهز لطبعا لكم الناس دي، وطبعا الاستاف طبعا في عدد كبير من الاستاف، وبنظبط الدنيا يعني الحمد لله. طب ايه الاكل المعين او المفضل بالنسبه للناس اللي بيحبوا يفطروا بيه؟ طبعا المشويات، يعني طبعا جميع المشويات الحمد لله، طواجن وسندوتشات برضو، ده اكتر حاجه يعني مشغلين بس ساعه الفطار المشويات الحمد لله. طب تحب تقول ايه بقى للناس بقى في بابا عبده النهارده؟ احب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تنورونا وانتم منورينا وقناه اتفرج، وكل سنه وانتم طيبين.